ماتش برضه مش قوي جدا يعني، مش فرقه من شمال افريقيا، مش من الفرق اللي معروفه على الساحه الافريقيه. فنادي الزمالك يمكن دائما بيبقى عنده البدائل، بيبقى عنده البدائل موجودين سواء اذا كان في استمارات او وسط ملعب او فراوده، لا بيبقى عنده البدائل، والبدائل دي بتجيد، والبدائل دي زي ما قلت لك بتحاول بقدر الامكان ان هي تثبت نفسها لجمهور نادي الزمالك واعلام نادي الزمالك، وبتثبت نفسها ايضا ان هي جديره ان هي تبقى تمثل نادي الزمالك في اي سفر افريقيا او دوري. يعني هو الزمالك كده ما عندوش غير 14 لعيبه وثلاث حراس مرمى بس. نعم؟ ما عندوش في الزمالك غير 14 لعيب وثلاث حراس مرمى بس. ولا تفرق يعني، حتى لو بص هو النهارده المدير الفني دائما النهارده تغييراته تبقى كام؟ هو النهارده دايما يعني بيغير ايه؟ بيغير اثنين ثلاثه حارس مرمى، يعني كل هذه الامور بتبقى خلاص محطوطه في مخطط المدير الفني، التغييرات تحصل والاماكن اللي ممكن يغير او اسلوب اللعب اذا كان براسين حرب او بثلاثه وسط ملعب. كل هذه الامور بيبقى حاطط لها استراتيجيه وحاطط لها بلاننج للمباراه يعني. هل الماتشين الوديين دول نقدر نحكم على فيتوريا بيهم ولا لازم نصبر ونستنى عليه؟ لا لازم نصبر، انا بقول الماتشات الوديه دي مجرد النهارده زي ما قلت لك احتكاك بيستفاد منه المدير الفني. بيستفاد منه المدير الفني وبيستفاد منه اللعيبه في اثبات الذات، المدير الفني بيشوف رؤيته. هل الاسلوب النهارده، هل التكتيك اللي بيحطه النهارده اللعيبه عشان الماتشين اللي جايين النيجر والليبيريا، هل النهارده مناسبين للكره المصريه مش مناسبين للكره المصريه؟ هل مناسبين للمنتخب ولا مش مناسبين للمنتخب؟ تمام. كل هذه بتعتبر حاجات ايجابيه للمدير الفني يستكشف فيها المباراتين ان شاء الله. محمد صلاح اتدخل وحل الازمه الخناقه اللي كانت على شاره الكابتن بين محمد الشناوي واحمد الشناوي، هل ده مؤشر ايجابي للمستقبل للمنتخب؟ لا بص دائما المدير الفني او اتحاد الكره له الحق في اختيار المدير الفني. ممكن يبقى واحد النهارده سوري في كابتن الفرقه، ممكن كابتن النهارده كابتن الفرقه ممكن يبقى شخصيه، ممكن يبقى شخصيه قياديه، ممكن يبقى شخصيه محبوب من الجماهير والاعلام، مش شرط الاقدميه يعني. خلاص حته الاقدميه تهيألي برضه بتبقى عنصر مهم جدا في اختيار كابتن الفرقه، ولكن ممكن يبقى في شخصيه اللعيب النهارده مؤثر في المنتخب ولا مش مؤثر زي ما قلت لك اعلاميا جماهيريا حب الناس، دي ممكن يبقى في اختيار كابتن الفرقه. الجيل ده يقدر يا كابتن يحقق طموحاتنا وطموحات الجماهير اللي احنا عايزينها من المنتخب؟ والله اتمنى ذلك يعني، اتمنى الفتره القادمه ان شاء الله منتخب مصر يبقى كويس، منتخب مصر يبقى قادر في المحافل الافريقيه المحافل الدوليه النهارده يبقى منتخب، لان بينه وبينك لما تيجي تبص لها عندنا مجموعه محترفين كويسين جدا جدا خارج مصر، وعندنا ايضا محترفين داخل مصر يعني، عندنا كم كبير جدا من اللعيبه يعني. فيتوريا ممكن يعمل فرقتين وفرقتين يبقوا على المستوى الافريقي، انا شايف انهم مميزين جدا جدا يعني. فان شاء الله الفتره القادمه يبقى المنتخب مصري له شان وكان ان شاء الله في الكره الافريقيه يعني. انا شاكر ليك يا كابتن فتحي، مبروك ومتشكرين.